بعدما اقتحم جيش ميانمار بيتي حملت ابنتي وهربت. ابنتي مريضة الآن، وقد زار المخيم طبيب وأعطاها دواء، لكن حتى الآن لم يغير الدواء شيئا، حالتها تسوء. اقتحم جيش ميانمار بيتنا مرتين، في الأولى قتل أبي وأخي، ومن ثم عادوا ثانية وقتلوا أمي أمامي. هربت إلى بنغلاديش ولا أريد العودة إلى ميانمار، لكني قلقة مما يحمله المستقبل لي. هذه صديقتي روزيا، تعاني من إعاقة سمعية. عندما اقتحم جيش ميانمار بيتها طلب منها أبوها الفرار لجلب بقية العائلة. جاءت إلى هنا وحدها، لكنها عرفت من الأهالي أن عائلتها قتلت. جميع الروهينجيا ممن يأتونهم مرضى، سواء من الرجال والنساء وحتى الأطفال، والدواء لا يكفي الجميع.